ماشي ظهراء الجنب، يعني هو ظهراء الجنب هنقيمهم على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي. تمام. اول حاجه ايمن اشرف. ايمن اشرف صنع هدفين، دي رقم مميز طبعا بالنسبه له، 2 اسيست. معدل تدخلاته الدفاعيه 1، لكن نيجي لاحمد المحمدي، احمد المحمدي سجل هدفين ما صنعش ولا هدف، التدخلات الدفاعيه بتاعته نص. اذا الدور الدفاع عند ايمن اشرف اعلى. اهم حاجه بقى نيجي الرقم ارسال الكرات العرضيه. انت بتتكلم في مدرب بيلعب 4-3-3، يعني الاطراف لازم تكون طايره، لازم عرضيات كبيره. ايمن اشرف ما عملش غير 10 عرضيات بس في الاربع مباريات، رقم قليل، رقم قليل يعني جدا. على الاقل 6 او 5. ده علي معلول في النادي الاهلي هنا كنا بنجيب ارقامه بيعمل 12 و13 في المباراه الواحده، في المباراه الواحده. احمد حجازي، احمد المحمدي عامل 12 عرضيه بس. طب نيجي نبص بقى كام عرضيه صحيحه بقى. احمد المحمدي عامل عرضيه واحده بس صح في الاربع مباريات، عرضيه واحده بس صح. ايمن اشرف عامل 3، عامل 3 عرضيات صح، منهم الهدف، منهم الهدف اللي هو اللي كان محمد. احمد المحمدي. طيب النسبه الدفاعيه بقى، نسبه الفوز بالالتحامات، بالالتحامات ايمن اشرف اقوى لانه اصلا مساك 62%، احمد المحمدي 56%. بالنسبه لصناعه الفرص، المحمدي صنع 5 فرص اكتر من ايمن اشرف. ايمن اشرف صنع 3. دقه التمريرات متقاربه، 73% ايمن اشرف، 72% المحمدي. طبعا عمر جابر ارقامه كلها لان هو ما لعبش غير دقائق قليله. دي ارقام جيده ولا متوسطه ولا وحشه ولا؟ لا، الارقام بالنسبه لايمن اشرف كويسه نوعا ما في الدور الدفاعي، ولكن لكن الاثنين عرضياتهم سيئه جدا. الاثنين عرضياتهم سيئه، الاثنين بصراحه بكل امانه عرضياتهم سيئه. المفروض ان الاثنين، انت بتتكلم في مدربين اربعه بيلعبوا 4-3-3، يعني الاثنين مفروض والبطوله على ارضك ووسط جماهيرك، يعني كل واحد فيهم مفروض كان يعمل له 10 او 11 عرضيه في المباراه الواحده. مش بتتكلم في المحمدي عامل 12 عرضيه في اربع مباريات منهم واحده بس صح، وايمن اشرف عمل 10 منهم 3 بس صح. طيب خلينا نروح للاجنحه، أجنحة سواء وليد سليمان أو تريزيجيه أو محمد صلاح.